صباحك خير. طبعا احنا لما بنيجي ناخد برايمري امبريشن بالنسبه لللور ارش بيبقى محتاجين نسجل الاناتوميكال لاند مارك. الاناتوميكال لاند مارك اللي هي الليميتنج ستراكشر زي الليبيال فرينم، الليبيال فيستيبيول، الباكال فرينم، الباكال فيستيبيول، واللينجوال فيستيبيول. في اريا اللي هي الديبريشن اللي جوه دي، الديبريشن اللي في البون دي اسمها اللينجوال باوتش. تمام. الريترو مولر باد اريا اللي هي البير شيب دي اريا دي لازم كفرد بالامبريشن. لما نيجي ناخد امبريشن لازم الميوكو جينجفال جانكشن دي تبقى الامبريشن تري شورت عن الميوكو جينجفال جانكشن اباوت 3 مليمتر 4 مليمتر. فلما نيجي ناخد نعمل سيليكشن للتري، تري زي دي كده، انا عايز اسال التري دي كده وضعها ايه؟ اولا شورت عن الـ عن الـ عن الريترو مولر باد اريا، دي شورت تري. التري هاندل كمان ستريت، المفروض تبقى ال شيب. هنعملها ازاي ال شيب؟ ادي موديفيكيشن، نعمل موديفيكيشن في التري نخليها ال شيب عشان تعمل كليرانس للليب. تمام، خلاص دي شورت تري. فالمفروض ان احنا بنختار تري تكون اطول من كده السايز علشان يغطي لي الاناتوميكال لاند ماركس اللي احنا محتاجين. اوكي خلاص هنعمل سيليكشن. انت معاك تري سايز اطول المفروض، عملت لها الوجه ما طالع، لا مش طالع دي اكبر اللي هي تري لور، انا محتاج تري لور. اوكي خلاص هنعمل سيليكشن للتري برضك نفس الكلام، نعمل موديفيكيشن في الهاندل اهي. رجع لسانك لورا، طلعه لقدام. ايوه كويس. طيب نبص كده على الريتش. لا ده كده انا عايز بس تشوف اللايت كويس، اللايت كده انت مش شايف كده كويس يا دكتور، مش مصور كويس كده. تبص تلاقي ان التري طويله من عند الليبيال فيستيبيول والباكال فيستيبيول. لازم لما احط تري ابقى شايف الليبيال فيستيبيول والباكال فيستيبيول اندر ذا ايدج. عايز سايز الماس، لازم تكون لما احط التري كده تبقى سيتد في مكانها، يبقى الليبيال فيستيبيول والباكال فيستيبيول ظاهرين قدامي. تمام، فانا مضطر ان انا اعمل كاتنج للتري اهو، كاتنج، بعمل موديفيكيشن للتري. طبعا بعد ما بعمل كاتنج التري بتبقى شارب جدا، ممكن تعمل انجري للميكوزا. فبعمل ايه؟ اعمل دروبلت من الواكس كده، ناخد كده دروبلت من الواكس لان دي شارب، شارب جدا، ممكن تعمل انجري زي السكينه. سيبالي يا دكتور سوري، في خطا كده عندك ان انت مش لابس ايه؟ جلافز. اوكي بنعمل كفرينج. مكان الحاجات اللي احنا عملنا لها كاتنج، الاريا اللي احنا عملنا لها كاتنج ليه؟ عشان ما تعملش انجري للبيشن. ونعمل سموسنج ليها، وبعدين نعمل بوردر مولدنج للواكس ده على البيشن. تمام معايا، بدي اعمل بوردر مولدنج اهو. الميوكو جينجفال جانكشن بقى ظاهر عندي اهو، بعد ما كان في الم منين؟ من جوه صح؟ طيب تمام، من جوه من هنا مش كده؟ اوكي. طبعا هو عنده لينجوال باوتش فيها سيفير اندر كات بايلاترالي، فبنحتاج نوسع شويه التري كده، نوسعها شويه عشان ما يبقاش في الم بالنسبه له كده. في الم
لا كده تمام ارتحت مش كده؟ يبقى ليه الالم اللي جاله ده؟ لانه عنده صور لي هنا الحته دي في اندر كات بايلاترالي، هنا في اندر كات وفي الاذر سايد نفس الاذر سايد الاندر كات كمان بايلاترالي. فاحنا كل اللي عملناه ايه؟ وسعنا التري شويه من ناحيه اللينجوال. اللينجوال باوتش نعمل ادجستمنت ازاي للينجوال باوتش؟ خلاص احنا عملنا ادجستمنت للليبيال فيستيبيول وللباكال فيستيبيول. المشكله كانت عندنا في التري ان هي كانت اوفر اكستندد فعملنا لها شورنين. هنبتدي نعمل موديفيكيشن في التري فين؟ في اللينجوال باوتش. هناخد سايد اعمل فيرتيكال وول كده، فيرتيكال وول تمام. اشيل الواكس اللي في الفيتنج سيرفيس اوكي، واخلي الواكس ده سوفت. لا انا هشتغل انا يا دكتور. اخلي الواكس ده سوفت كده واعمل بريشر عليه في الفيتنج سيرفيس واعمل كده بحيث ان الواكس يخش في البورز دي فيعمل ميكانيكال انترلوكنج ما يطلع كده. الواكس عندي بقى ميليبل زي اللي بقى سوفت. اروح اعمل انا ايه؟ اسجل اللينجوال باوتش بايديا انا للواكس ده في وان سايد. انا عايز التصوير يكون كويس ده. طبعا لو تشوفوا في تروما هنا وانا بعمل انسيرشن للتري هتلاقي في بليدنج سبوت بليدنج، لان التري هي بتخش عملت الانجري ده. عشان كده انا عملت لها ايه؟ وسعتها. رجع لسانك لورا اوكي. اروح انا بصبعي اعمل ادابتيشن للواكس اللينجوال باوتش دي اوكي يا دكاتره. طلع لسانك لبره، حركه يمين شمال بس خلاص. عملنا يبقى احنا كده خدنا اللينجوال باوتش الاس شيب دي، شايفينها يا دكاتره؟ شايف الكيرفيتشر ده؟ الاس شيب ده اوكي. طبعا في اكسس ماتيريال هنشيلها دلوقتي. هنعمل ايه تاني؟ ركز لي على الاس شيب دي، دي لينجوال باوتش دي مهمه جدا من اسباب الريتنشن اللي بتعمل لي ريتنشن في الكومبليت دينشر. من الحاجات اللي بتعمل لي ريتنشن كويس جدا في اللور كومبليت دينشر اللي هي ايه؟ اللينجوال باوتش دي. طبعا الحاله اللي معانا الريدج كويس وبايلاترال اندر كات في اللينجوال باوتش، فاحنا متوقع الاكسبكتيشن ان الريتنشن هيكون كويس جدا في الحاله دي تمام. بالعكس ده احنا ممكن وان سايد بس، يعني في كل سايد ناخد جزء من اللينجوال باوتش، يعني ما ناخدش اللينجوال باوتش كامله ويعمل لي ريتنشن كويس قوي. زي ما طولنا في الاذر سايد، في السايد الثاني هنطول برضك نفس الكلام. عملنا موديفيكيشن اهو للواكس تمام، ونعمل نضغط كده كويس علشان الواكس من الفيتنج سيرفيس ومن من البولش سيرفيس للتري يخش في البورس فيعمل ميكانيكال انترلوكنج ما يخرجش. فنعمل ايه يا دكاتره؟ ويت يا دكتور. اوكي هنروح كمان تاني على الرايت سايد ونسجل اللينجوال باوتش بايدينا اهي زي ما انا عملت المره الاولانيه. بضغط تاني بايدي كده، طلع لسانك لبره، حركه يمين شمال كده. احنا بنعمل ادابتيشن، بنعمل بوردر مولدنج للينجوال فيستيبيول وبنسجل كمان منطقه اللينجوال باوتش. خلاص يا دكاتره، المفروض بنشيل الاكسس واكس اللي في الفيتنج سيرفيس. طبعا من ضمن الاخطاء انك من المفروض التورش دي تعمل لها رابنج هي كمان. كل شغلي فين يا دكاتره؟ كل شغلي على النابكن، انا ما بشتغلش خالص. شيل الاكسس واكس ده اللي في الفيتنج سيرفيس
وحاول كمان لو في عندي واكس كارفر كده رفيعة علشان نشيل نفتح البورز بتاعت التري على اساس ان الالجينيت يبقى فيه مكان يطلع من البورز دي فيعمل لي ميكانيكال انترلوكينج مع خلاص اوكي نشيل الاكسس واكس ده من الفيتنج سيرفيس نحاول بقى التري كمان نخليها سموث علشان اي شارب ايدجز اثناء الامبريشن ممكن تعمل بين للبيشنت والبيشنت تمشي اكوبرتيف معاك خلاص بنشيل الاكسس واكس سموثينج ده اكسس واكس نعمل له سموثينج ممكن الجزء اللي في الانتيريور ده نشيله خالص عشان يدي سبيس للطنج انه يقدر يعمل يعني بروترودد شغل السبرتايه يا دكتور شغل السبرتايه سوري التورس قلنا لازم البوردرز كلها تكون سموث وراوند كل البوردر سموث راوند عملنا موديفيكيشن للاماكن اللي احنا محتاجينها اوكي بنعمل ايه دلوقتي عشان يبقى في سبيس يا دكاتره الالجينيت يخش هنا يعمل لي ميكانيكال انترلوكينج فنمشي كده على التريز تمام لو احنا ما عملناش البورز دي فتحناها تاني الالجينيت كده مش هيمسك فتيجي تخلع تطلع ريموف للامبريشن فروم ذا ماوس هتلاقي الامبريشن طلع من التري ومش ماسك في التري والدكتور دكتور محمد عامر خلاص ولو اللينجوال باوتش دي طويله ممكن نعمل ايه بورز هي فيها في الواكس نفسه الطويله اللي احنا عملناه ده يعني لو حسينا ان اللينجوال باوتش دي عملنا اكستنشن ليها بمسافه كبيره للواكس ويت ممكن نعملها بيربوريشن هي كمان ليه علشان الواكس يمسك الالجينيت يمسك فيها هو كمان تمام فهمنا اهي خلاص هنبتدي نعمل الميكس للالجينيت طبعا بردك لازم يكون التري زي ما قلنا يكون ما فيش عندي واكس خالص جوه فيتنج سيرفيس خلي بالكم ان الواكس ده لما بيحصل له يعني هاردن ما بينشف اللي بيحصل انه بيبقى فيري شارب فلازم اتاكد ان ما فيش اي الجينيت في الفيتنج سيرت خلاص طولنا زي ما شايفين اللينجوال باوتش اهي طولناها وعملنا ليها بيربوريشن علشان الالجينيت يحصل ميكانيكال انترلوكينج بينه وبين الواكس تمام نفس الحكايه جبنا الايه اللينجوال باوتش اذر سايد شوفوا طولنا قد ايه عن التري اوكي هنعمل في تريكتين عايزين نتعلمهم واحنا بنعمل اللور امبريشن ايه هما التريكتين ان احنا شغل التورش يا دكتور شغل التورش التريكتين واحنا بناخد امبريشن بالالجينيت حاول تخلي الامبريشن الجينيت واحنا بنعمل ميكس يكون هارد شويه ليه هارد علشان التري بتكون واسعه تبقى وايد في البرايمري امبريشن فالتري ممكن تتحرك منك يعني تخيل معايا لو انت حاطط ميه او امبريشن الجينيت فلوبل زي الميه كده واحنا بناخد امبريشن تيجي تحط فالامبريشن الجينيت هيخرج ميه انت تضغط على ميه فلازم التري تكون ثيك الميكس بتاع الالجينيت يكون ثيك علشان اولا يتحمل البريشر بتاعك اثناء الامبريشن وتقدر تعمل بيه بوردر مولدنج وكمان يدي لك انيشال ستابيليتي يعني لو في ميه هنا فالتري هتتحرك منك بسهوله اما لو اللي هو فلوبل الجينيت اما لو الميكس ثيك تيجي تدخل تعمل انسرشن للتري وهي فيها الجينيت لودد بالالجينيت فتديك انيشال ستابيليتي التري ما تتحركش منك
بسهولة. تمام؟ في حاجة كمان، تخيل معايا ان ده الطنج، ده الطنج، وده انا هاخد امبريشن دي فيها، تخيل معايا ان دي في امبريشن، فانا هعمل ايه؟ وده الطنج كده. بعد ما اعمل لودنج للامبريشن انسايد ذا تري، بعمل لودنج للامبريشن انسايد ذا تري، بعمل ايه؟ باجي عند الطنج، قبل ما احط الامبريشن تري احط تحت الطنج عند الويزدم، عند الويزدم كده في الليبيال، في اللينجوال باوتش هنا واللينجوال باوتش هنا، احط الجينيت الاول بايدي، وبعدين اخد اوفر اول الجينيت امبريشن. ليه حطيت بايدي في الاول؟ علشان دي هيدن اريا، هيدن اريا تحت الطنج عند السيرد مولر، عند الروت بتاع السيرد مولر، هيدن اريا انا مش شايفها. فعشان اتاكد ان انا باخد امبريشن ان الهيدن اريا دي اتسجلت، لازم احط الجينيت بايدي انا فيها بالظبط. طيب نطبق الكلام ده على البيشنت. يلا طبعا لما بتعمل ميكس سكند ميكس من الالجينيت، لازم كل الالجينيت القديم، استنويت يا دكتور، لازم الالجينيت القديم كله يكون مش موجود على الرابر باول او على السباتولا. ليه؟ لان دي بتبقى زي نيدس كده في النيو ميكس من الالجينيت، فاكسلريت الالجينيت سيتنج تايم كده، مفيش هوموجينيتي في السيتنج تايم بتاع الامبريشن. خلاص حط يا دكتور. يلا كمان اوكي، بس استنى ويت ويت، احتمال هحتاج شويه. شايفين الميكس عامل ازاي؟ زي بوله الايس كريم. زي ايه؟ زي بوله الايس كريم. واعمل الميكس اجينست الوول اوف ذا رابر باول عشان ما يبقاش فيه عندي اي اير بابل. اوكي بضغط بايدي اهو، ايدي اليمين بضغط فيه، حتى البتاع التانت من كتر الضغط اللي انا عامله. اوكي ابتدي اجمع لودنج. انا كده بعمل ايه؟ بعمل لودنج زي الداون لود كده، لودنج للامبريشن ماتيريال جوه التري. اوكي جمع لي يا دكتور الالجينيت اللي هنا ده، بوزع الالجينيت كويس. ركز معايا بقى، امسك انت دي وتعالى عند البيشنت معايا. فاكرين التركايه اللي قلت عليها بنحط تحت ايه؟ تحت الطنج عند السرد مولا. ها تحت الطنج كده عند السرد مولا، ما تشيلش ال اهو. ليه؟ لان دي هيدن اريا. هات يا دكتور الامبريشن واضغط. ضغط بعيني انا اشوف كده هنا، اعمل بوردر مولد. لا هنا في امبريشن، هنا ناقص الامبريشن. اخد كده الاكسس ماتيريال اللي هنا دي واحطها في الليبيال، في الليبيال فيستيبيول، واعمل بوردر مولد هنا كويس، هنا كويس. احط ممكن الحتت اللي فيها، طلع لسانك لبره، بره بره خالص، حركه يمين شمال. تمام تمام، حاول تقفل بقك. منعته بس افتح. لما منعته ليه كده؟ عشان الكورونويد بروسس انفلونسنج اريا، الاريا دي، الاريا دي بعمل لها بوردر مولدنج. بس تعالى يا دكتور، المفروض احنا بنعمل ديسنفكشن للامبريشن، بنغسله طبعا اندر تاب ووتر عشان السلايفا والفود ديبريس، ولو في بلاد ولا حاجه زي السبوت بليدنج اللي حصل ده، فبنغسل. بعد كده بنصب الامبريشن ده، بعد ما بنعمل ديسنفكشن. بتعمل ديسنفكشن ازاي؟ بنعمل ديسنفكشن بديسنفكتنت سوليوشن، ونعمل له رابنج لمده 10 دقائق، ونحطها في، نحط الرابنج بالامبريشن ده في ستيريزيشن باج لمده 10 دقائق. بعد كده بنطلعه ونصبه، بنصبه ايه؟ بنصبه بلاستر. والفايده من ده لايه؟ عشان نعمل سبيشال تريل. بصوا معايا كده، ادي الباكال فرينم، الباكال فرينم، الليبيال فرينم مش واضحه شويه هنا،
هي عنده مش واضحة اصلا. شوف ادي اللينجوال فرينم، لينجوال فرينم، ادي الريج، شكل الريج عندي. طبعا شوفوا الاس شيب دي، دي لينجوال باوتش، دي دي الكونفكس دي معناها ان في ديبريشن جوه، في حفرة عنده في المانديبول جوه. يعني لو الدنشر دخل في المك في الكونكافيتي اللي جوه دي يعمل لي ايه؟ يعمل لي ريتينشن. تمام، شكرا ليكم، شكرا.